السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي صراحة كنحيي فيه جميع المغاربة وكنتمنى أن الفوز يكون لصالحهم إن شاء الله، وكنقول إن شاء الله أنتم الفائزين لأسود المغرب وأنتم الأبطال بإذن الله، وغادي تعيشوا معنا هذه الأجواء كما كتشوفوا. برافو، رحنا كنتسناو البداية ديال الماتش ولابسين التونيات ودرنا الشعار وكلنا مستعدين وان شاء الله غادي يربحوا. شوفوا الاجواء عندنا في الدار كيفاش جالسين كيتفرجوا في الماتش ديال المغرب، هانتوما شوفوا كلشي راه لابس التونيات وكلشي جالس كيشجع المغرب. جالسين كاملين كنشجعوا المغرب، هانتوما شوفوا انا لابسه التوني ديال موروكو. هيدا موروكو موروكو. يحيى برافو يحيى برافو يحيى. وي Oh!
دابا خرجوا كيتصوروا برا. يلا يلا شو 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 زياش ما كيختاري تصورتي هذا لا ساعه عليه بالفرحه قاسين كيتصوروا حيت ربحات المغرب وفرحانين كاملين صراحه بهذا الفوز وكان انتما بالفرحه كل شيء فرحان وكان هدي وهذا الفرح جميع المغاربه ان شاء الله الماتش عاد غنتغداو كنا جالسين كنتفرجوا في الماتش دابا غادي نختم معكم لا فيديو وكنهني جميع المغاربه بهذا الفوز صراحه حنا فرحانين بزاف فوز المغاربه وكنشكر الجميع وكنتمنى لهم ما كناش متوقعينها منهم صراحه الله مفاجاه وفاجئونا صراحه وكنشكر جميع المغاربه وجميع اللي تيدعمني في القناه ديالي خارج وداخل الوطن وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم وما تنساوش لايك للفيديو وانتظروني في فيديو جاي ان شاء الله في امان الله وحفظه مع السلامه.